السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح أعرفكم حل مشكلة عند الأشخاص اللي بيستخدموا لاقط النت على الكمبيوتر اللي هو ديسكتوب أو لابتوب. ممكن يصير عندهم مشكلة بلاقط النت إنه يعطيهم إشارة زي هيك اللي هي ليميتد أكسس. طبعا أنا بستخدم النت من الخلوي وفي لاقط موجود على الكمبيوتر منه يعني بشبك نت. طبعا بالنسبة للخلوي النت شغال وقوي كثير يعني ما في اي مشكلة، لكن دائما تجيني رسالة زي هيك على الكمبيوتر انه ليميتد اكسس يعني ما فيش نت بالرغم انه النت موجود من الخلوي. طبعا هاي المشكلة سببها مش معروف، لكن على الاغلب سببها بكون في فيروس على الكمبيوتر، لكن صعب حلها. انا بهذا الفيديو راح اعرفكم حلها بكل سهولة. طبعا هي ممكن ظلت تتكرر معكم بس لا ما فيش حل غير هيك، يعني انك تعمل زي ما بعمل انا. وانا صراحة اورجيكم ايش راح اعمل. اول شيء صورة اللاقط اللي عندي، ايوه صورة اللاقط، اي لاقط انت بتستخدمه او اللاقط هذا او اللاقط هذا، يعني اي لاقط انت بتستخدمه او لاقط الموجود على اللابتوب. طبعا حتى تحل المشكلة زي ما انتم شايفين ليميتد اكسس، ما عليك غير تضغط على هنا على علامة الاشارة اشارة النت، تضغط على الفارة اليمين تختار ترابل شوت بروبلم، تضغط عليها خليه هو يكمل يكتب بروبلم. انا دائما بتنحل المشكلة معي بالطريقة هاي، انا دورت حلول ليها كثير ما في غير هيك الحل، او انك تفرمت الكمبيوتر كله بس اضغط كلوز. طبعا خلص هو ما لقى شيء بس اضغط كلوز هسه من حالها راح تشتغل. شوف هاي اشتغلت، شايفين هيك النت صار عندي شغال. اي كونكتد يعني شغال ما في اي مشكلة. فهذا هو الحل لهاي المشكلة. بالنهاية لا تنسوا تعملوا فيديو بلايك واشتركوا معنا بالقناة ويعطيكم العافية.